أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، والبداية بأبرز العناوين. القدس العربية، عمليات خطف الناشطين تعود للواجهة في العراق، ومجهولون يعتدون على رسامين في ساحة التحرير. العرب اللندنية تتساءل هل بدأ الكاظمي بالتقدم نحو الحيتان الكبيرة في حربه على الفساد؟ وفي تقرير العربي الجديد، العودة للنظام الرئاسي مقترح خلافي في العراق. من المقالات يكتب علي حسين في المدى العراقية من الغراوي إلى جميل الشمري، ويكتب سعيد الحمد في الأيام البحرينية سلاح العقوبات في عهد ترامب. التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة القدس العربي إن عمليات خطف الناشطين تعود للواجهة في العراق، ومجهولون يعتدون على رسامين في ساحة التحرير، حيث عادت مشاهد القتل والخطف والترويع التي يتعرض لها المتظاهرون العراقيون من جديد بخطف ناشط مدني في مدينة الناصرية. يقابل ذلك هجمات نفذها مجهولون استهدفت متظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، وسط انتقادات واسعة في معرفة مصير المفقودين وقتلة المحتجين. وفي عنوان آخر، نقلت القدس العربية رايتس ووتش انتقادها التقاعس الخطير في العراق تجاه وقف عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز، داعية الدول إلى الإسهام في إنشاء وحدة وطنية لمنع التعذيب. وقالت بلقيس والي الباحثة المختصة عن العراق في المنظمة: قمنا بإعداد تقارير عن التعذيب في العراق منذ عقود، لكن التعذيب ما يزال مستمرا. نقلت صحيفة المدى العراقية كواليس محاولة هروب جميل الشمري المتهم بمجزرة الناصرية التي ذهب ضحيتها عشرات المتظاهرين في تشرين الثاني 2019، حيث كشف مسؤول عسكري تلك الكواليس بعد ورود معلومات عن قرب محاكمته على الجرائم المرتكبة خلال قيادته القوات الأمنية في ذي قار. ونبقى في المدى العراقية، جماعات الكاتيوشا تتراجع عن استهداف البعثات الأجنبية في العراق، وذلك بعد تصريحات إيرانية حول أمن البعثات الدبلوماسية. ويرجح سياسيون مطلعون أن توجه واشنطن ضربة قاضية وشيكة لمجموعة من الفصائل المسلحة التي تستهدف السفارة والمصالح الأمريكية. تساءلت صحيفة العرب اللندنية هل بدأ الكاظمي بالتقدم نحو الحيتان الكبيرة في حربه على الفساد، مشيرة إلى كمية الرعب التي تعتري الطبقة السياسية في وقت بدا فيه تسارع في الاعتقالات لتطال وسطاء ووكلاء لشخصيات كبرى، من ضمنها رئيس هيئة استثمار بغداد الذي تشير المعلومات إلى ارتباطه الوثيق بالمصالح التجارية الواسعة لحزب الله اللبناني في العراق. قالت صحيفة العربي الجديد إن هناك تكتلات بأسماء جديدة لمنع التغيير في البرلمان العراقي، وهذه التحركات تمخضت عن إعلان نشوء حركات وتكتلات شبابية أخذت تتبنى مطالب الحراك الشعبي. ونبقى في العربي الجديد والتقرير المعنون العودة للنظام الرئاسي مقترح خلافي في العراق. ويرى التقرير أنه مع ما تطرحه القوى السياسية بشأن جدية التعامل مع التعديلات، فإن هناك من يشكك بأنها مجرد محاولة لتخدير الشارع العراقي، وأن لا شيء من تلك المقترحات سيتم اعتماده في تعديل نظام الحكم في العراق إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي. وهذه انتقالة مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب علي حسين في المدى العراقية من الغراوي إلى جميل الشمري، يقول الكاتب: في ظل نظام اعتقد المواطن المغلوب على أمره أنه ديمقراطي، وفي ظل مؤسسات أمنية تحمل تراخيص لإذلال الناس والحط من آدميتهم، نقرأ خبر محاولة وزارة الدفاع تهريب جميل الشمري المتهم بمجزرة الناصرية في عملية ممنهجة لاستعادة ممارسات التسلط على الناس، لنكتشف أن كل ما قيل عن المواطنة والقانون هو كلام من قبيل الاستهلاك اليومي. ويكتب عصام الياسري في المراقب العراقي: جوهر تغيير المسارات السياسية الفاشلة أحدها الشأن الانتخابي. ويرى الكاتب أنه إذا استمرت التجاذبات السياسية بالاتجاه المعاكس ولم تتحقق المطالب، فليس أمام المتظاهرين والقوى التي تسعى إلى التغيير إلا مقاطعة الانتخابات والذهاب إلى المؤسسات الدولية لقطع الطريق أمام الأحزاب الطائفية. أخيرا يكتب سعيد الحمد في الأيام البحرينية: سلاح العقوبات في عهد ترامب. ويرى الكاتب أنه بغض النظر عن الجدل الساخن حول سلاح العقوبات، إلا أن أي أحد من الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يستطع أن يفعل سلاح العقوبات كما فعله الرئيس ترامب، مضيفا: لقد تجاوز ترامب الترهل الذي أصاب أسلافه الرؤساء السابقين، وظل يعتمد أسلوب الصدمة في الفضائين الاقتصادي والإعلامي. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث في الشأن العراقي. يسرنا تفضلكم بمتابعة مجريات الحوار. أهلا بكم من جديد إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من إسطنبول الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث في الشأن العراقي. مرحبا بك دكتور جاسم إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك. لنبدأ من عنوان صحيفة القدس العربي اللندنية: عمليات خطف الناشطين تعود للواجهة في العراق، ومجهولون يعتدون على رسامين في ساحة التحرير، وسط انتقادات واسعة من الشارع العراقي في معرفة مصير المفقودين وقتلة المحتجين. إلى ماذا تؤشر حملات التصعيد ضد المتظاهرين والناشطين في ساحات الاعتصام؟ نعم، شكرا لكم. أنا أعتقد أن قضية القول بأن هنالك قوات مجهولة أو ميليشيات مجهولة لم يعد مقبولا في الشارع العراقي أو في طروحات الإعلام الرافض للحالة القائمة في العراق، وبالتالي أتوقع أن هنالك قوة معلومة هي التي تحاول أن ترهب المتظاهرين من أجل إجهاض ثورة تشرين، وعليه أعتقد أن هذه القوات هي قوات فوق الدولة، قوات لا يمكن للحكومة بكل أجهزتها الأمنية أن تلجم قوتها، وعليه هذه القوات هي التي تتحكم في المشهد العراقي الأمني والسياسي، وهي التي تريد أن تنهي حالة الثورة التي انطلقت مع مظاهرات تشرين، وعليه هذه المحاولات هي محاولات ترهيبية من أجل كسر إرادة المتظاهرين، ولا أعتقد أنهم قادرون على ذلك. نعم، ما زلنا في القدس العربي التي نقلت عن رايتس ووتش انتقادها التقاعس الخطير في العراق تجاه وقف عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز، داعية الدول إلى الإسهام في إنشاء وحدة وطنية لمنع التعذيب في العراق. ما المقصود هنا بدعوة الدول لإنشاء وحدة وطنية لمنع التعذيب في العراق؟ بعيدا عن هذا المصطلح الذي يعني يراد منه إشراك الدول الأخرى
في مناهضة التعذيب في العراق، أعتقد أن القضية اليوم هي قضية عراقية، يفترض بمن يريد أن يخلص العراقيين من حالة التعذيب الرسمي للمعتقلين والمختطفين عليه أن يدعم ثورة تشرين. علينا أن نقف مع ثوار تشرين، وعلى العراقيين أن يتكاتفوا من أجل الخلاص من هذه الأحوال السلبية القائمة في البلاد. أما بقية الدول فمعلوم أن دول العالم بما فيها الولايات المتحدة والدول التي تتغنى بالعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان، كل هذه الدول تبحث عن مصالحها، وبالتالي أنا أعتقد أن من مصلحة العراقيين التكاتف من أجل بناء الغد العراقي البعيد عن صور الميليشيات والتعذيب وغيرها من الصور السلبية القائمة في الشارع العراقي اليوم. ننتقل إلى صحيفة المدى العراقية التي تنقل كواليس محاولة هروب جميل الشمري المتهم بمجزرة الناصرية، وذلك بعد ورود معلومات عن قرب محاكمته على الجرائم المرتكبة خلال قيادته القوات الأمنية في ذي قار. لماذا يهرب المتهمون بجرائم قتل المتظاهرين؟ جميل الشمري يعني أعيد إلى وزارة الدفاع، وعليه حينما نرى حالة سلبية قائمة في العراق أن الأجهزة الأمنية تعلن عن مخططاتها التي يفترض أن تكون سرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه ربما هم أعطوا إشارة لفلان وفلان من أجل الهروب خارج العراق والتخلص من العقاب. هذا الأمر غريب، ويفترض ويدلل أيضا على أن الدولة ضعيفة وأن الحكومة غير قادرة على الأقل في ضبط الحدود العراقية ومنع الذين تورطوا بدماء العراقيين من الهروب. الحالة ليست فقط مع جميل الشمري، هنالك العشرات من المتهمين بالقتل والترهيب، منهم من الآن في تركيا ومنهم في إيران ومنهم في أمريكا وكندا وغيرها، وعليه الحالة تدلل على أن القوة الأمنية في العراق غير قادرة على ضبط الأمن، وهذا خلل كبير في منظومة إدارة الدولة. نعم. عنوان آخر في المدى العراقية: جماعات الكاتيوشا تتراجع عن استهداف البعثات الأجنبية في العراق بعد تصريحات إيرانية، ما أسباب هذا التراجع برأيك؟ يعني إيران لديها مفاوضات مع الولايات المتحدة، ومن المتوقع حتى لو في حالة فوز الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن تعود المفاوضات ثانية ما بين الفريقين، ومعلوم أن إيران هي التي تحرك أذرعها في العراق ولبنان واليمن، ومن الممكن أن يكون هذا الأمر ضمن لعبة المفاوضات القادمة. ومعلوم في فم المفاوضات أنه في مرحلة التفاوض البلدان التي تملك قوة تهدف تسعى إلى زيادة الضغط، ولا أدري كيف يمكن أن نتفهم أن إيران يمكن أن تخفف الضربات في مرحلة يمكن أن تدخل ثانية في مفاوضات مع واشنطن. ولهذا أعتقد أن الأيام المقبلة ربما ستشهد المزيد من الضربات على السفارة الأمريكية قبيل وبعد المجيء الرئيس الأمريكي القادم من أجل التمهيد للمفاوضات بين الطرفين الأمريكي والإيراني. ننتقل إلى صحيفة العرب اللندنية التي تتساءل: هل بدأ الكاظمي بالتقدم نحو الحيتان الكبيرة في حربه على الفساد، وذلك بعد تسارع الاعتقالات لتطال وسطاء ووكلاء لشخصيات كبرى؟ هل يستطيع الكاظمي التخلص من حيتان الفساد في الدولة العميقة؟ حتى الآن يعني لم يثبت يعني سوى ثلاث شخصيات يعني تم اعتقالها، أما البقية ولا ندري هل تم إطلاق سراحهم أم لا، وبالتالي هنالك أخبار غير دقيقة وبالذات على
مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى اعتقال العشرات، وهذا الأمر غير دقيق. الكاظمي لا يملك القوة الكافية لإنهاء حيتان الفساد في العراق، ذلك لأن غالبيتهم يمتلكون علاقات متينة مع القوى الحاكمة في العراق التي جاءت بالكاظمي، ولهذا لا يمكن أن نتصور أن الكاظمي ممكن أن ينقلب على هؤلاء إلا في حالة واحدة، أننا سنكون أمام انقلاب عسكري أو تدخل أمريكي مباشر، وهذا الأمر حتى الساعة لم يحصل، ولهذا لا أتوقع أن الكاظمي يمكن أن يقطع أجنحة أو أوصال الحيتان الكبيرة المتهمة بالفساد في العراق حتى الآن. طيب، صحيفة العربي الجديد تؤكد أن هناك تكتلات بأسماء جديدة لمنع التغيير في البرلمان العراقي، وإعلان نشوء حركات وتكتلات شبابية أخذت تتبنى مطالب الحراك الشعبي. هل سيجير الحراك الشعبي لصالح أحزاب السلطة؟ هناك محاولات حكومية حتى من قبل حكومة مصطفى الكاظمي، تم إدخال بعض الناشطين إلى الكابينة الحكومية، وهناك محاولات من القوى الحاكمة لتفريخ أحزاب شبابية في محاولة لتغليب حالة الفشل القائمة في الأحزاب الكبرى في العراق، ومحاولة السيطرة ثانية على العملية السياسية عبر أحزاب فتية أو عبر أحزاب شبابية. أعتقد أن ما نتابعه منذ 3 أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن شباب تشرين معون جدا لهذا المخطط، وأنه لا يمكن لهذه الأحزاب أن تخدع الجماهير ثانية، لأنها من ذات الأحزاب المتهمة بالقتل والتخريب والدمار الجاري في العراق منذ عام 2004 وحتى اليوم. طيب دكتور جاسم، إذا فشلت الانتخابات المبكرة المرتقبة، ما المتوقع بعدها برأيك؟ طالما هذه القوة موجودة في العراق لا يمكن أن نتوقع أي تغيير كبير. حينما تفشل ممكن أن يتم الإعلان عن انتخابات أخرى بعد 6 أشهر أو بعد سنة من تاريخ الفشل، ولا يمكن تصور أن هؤلاء يمكن أن ينقلبوا على أنفسهم، وبالتالي تبقى الكرة في ملعب الشعب العراقي، على العراقيين أن يتضامنوا، أن يتكاتفوا، أن يتوحدوا من أجل العراق، ليس من أجل إراقة الدماء. نحن ندعو إلى ثورة سلمية عراقية بعيدة عن القتل والإرهاب، وكذلك ندعو إلى تسليم القتلة والمجرمين إلى العدالة، ولا ندعو بكل حال من الأحوال أن تكون هنالك إراقة دماء عراقية. القضاء هو الفيصل، العدالة هي الفيصل في المتهمين بقتل عراقيين، ثم بعد ذلك نذهب جميعا لبناء الدولة العراقية بعيدا عن القتلة والمجرمين، وحينها يمكن أن يعود العراق كما كان دولة يشار لها في منطقة الشرق الأوسط. ما زلنا في العربي الجديد والتقرير المعنون العودة للنظام الرئاسي مقترح خلافي في العراق. التقرير يرى أن هناك من يشكك بهذا المقترح وأنه مجرد محاولة لتخدير الشارع العراقي. هل النظام الرئاسي ممكن أن يغير الوجه السياسي للعراق؟ القضية ليست في شكل نظام، يعني هنالك دول لديها نظام رئاسي وهي دول ناجحة، وهنالك دول لديها نظام برلماني وهي دول ناجحة. القضية هي في الذين يطبقون النظام القائم في العراق. الخلل هو في الشخوص وليس في النظام. يعني هنالك النظام القائم في العراق لو أخرجنا منه الأمور غير المتفق عليها لكان من الأنظمة التي يمكن أن تدفع بالعراق إلى مراحل النمو والازدهار، لكن حينما يكون يعني غالبية الزعماء والمسؤولين متهمون بالفساد والقتل والتهريب والتخريب، حينها يكون الخلل في منظومة الدولة وليس في شكل النظام، سواء كان النظام رئاسيا أم
برلمانيا، ولهذا القضية لا علاقة لها بشكل النظام، وإنما العلاقة في الشخوص الذين يديرون الدولة العراقية. هنالك إشكالية كبيرة في سلوك وطريقة تعاطي هؤلاء مع الأوضاع العامة في العراق. هنالك نوع من السياسة الطائفية وربما السياسة غير الوطنية قائمة في العراق، وهذا هو الخلل الكبير. يفترض أن تكون هنالك في العراق قيادة وطنية تقدم مصلحة العراق على مصالح الآخرين، وأن تسعى من أجل خدمة المواطن العراقي، لا أن تجعل قسم من العراقيين أعداء لها، وأن تجعل قسم من آخر من الموالين لها، وبالتالي لا هي خدمت الموالين ولا هي خدمت المعادين. وهنا تكون نقطة الخلل الكبرى في عدم النجاح في إدارة الدولة. نعم، ماذا عن الخلاف في البرلمان العراقي حول نظام الاقتراع؟ هم سيعملون على تطبيق النظام الذي يخدم أو يحاول أن يغطي حالة الفشل في شعبية هذه الأحزاب في العراق. إذا كانت الدائرة مغلقة هي التي تخدمهم سيذهبون إلى الدائرة المغلقة، وإن كانت الدائرة مفتوحة هي التي تخدمهم سيذهبون إلى الدائرة المفتوحة. القضية لا علاقة لها بمصلحة الوطن. هم اليوم، وهذا شيء إيجابي بالنسبة للعراق، وأقصد هنا الكتل الحاكمة، مقتنعون قناعة تامة أن شعبيتهم في انحدار كبير، وأن العراقيين وعوا تماما إلى حالة الفشل التي أداروا بها الدولة العراقية، ومن هنا هم يحاولون ترميم ما يمكن ترميمه من صورتهم الممزقة أمام الشعب العراقي. وبالتالي هم يسعون إلى نظام انتخابي يحاولون من خلاله العودة ثانية إلى البرلمان، لكن يبدو أن الأمور اختلفت، وأن المسار اختلف، وأن ثورة تشرين هي التي غيرت وستغير مسار العملية السياسية في العراق، ولهذا لا يمكن أن يكون الموضوع هو موضوع القائمة المفتوحة أو المغلقة. هو هنالك وعي شعبي، هنالك حضور تام لحالة الخراب في وعي المواطن العراقي التي تركتها الأحزاب الحاكمة. ولهذا أعتقد أن غالبية هذه الأحزاب إن لم تزور الانتخابات، وهذا متوقع، أعتقد أن هذه الأحزاب ستفقد الكثير من مقاعد البرلمان، لكن بقاء حالة التزوير يشير إلى أن هذه الأحزاب ستبقى في البرلمان، وبالتالي نحن بحاجة إلى عملية سياسية حقيقية بإشراف دولي وانتخابات حرة لا يشترك فيها أي متهم بقتل العراقيين، وحينها يمكن أن تفرز هذه الانتخابات أي شخصية وطنية يقدم للشعب العراقي، ويمكن أن يقود العراق إلى مرحلة جديدة. في ختام الحوار أشكرك دكتور جاسم الشكر الجزيل لانضمامك إلينا. شكرا لكم، وتحياتي لكم ولمتابعيكم الكرام. مشاهدينا، كان معنا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث في الشأن العراقي عبر الهاتف من اسطنبول. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.